اتوقع لا، بس اتمنى مكسب يعني الاهلي ان شاء الله. وحشتوني، وان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه اكون معاكم يعني. نادي عريق، وتحياتي للكابتن محمود الخطيب ولاداره النادي الاهلي العظيم. انا سعيد ان الاهلي والزمالك بيلعبوا في نهائي افريقيا، ودايما البطولات مش هتخرج بره النادي الاهلي، ولو فاتت الاهلي ان شاء الله الزمالك يسد. جمهور الاهلي هيفهم ان من ضريبه مهنتي، انا ما اقدرش اقول اهلاوي ولا زملكاوي، ولكن في بيحسوا يعني، اكيد الجمهور هيحس انا بنتمي لايه. اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي وحصوله على كاس افريقيا التاسعه، وبنقول لهم التاسعه يا اهلي، وان شاء الله نبارك لجمهور الاهلي والكابتن الخطيب. الاول انا مبسوطه قوي ان انا على قناه النادي الاهلي، النادي اللي بحبه. انا اهلاويه يا جماعه على فكره، جمهور الزمالك ما يزعلش، بس دي حاجه انا بقولها دايما. ان شاء الله احنا اللي هنكسب. اللعب امام الزمالك فريق مش سهل، وفريق كبير، واحد قطبي الكره المصريه معانا يعني. يعني توقعي انا الشخصي 3-0 يا جماعه. الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي حديد. انا بحب الاهلي صراحه. اهلاويه؟ لا، انا ما بحبش التعصب، بس انا بحب النادي الاهلي، بموت فيه، وهو ده النادي بتاعي من وانا صغيره لغايه دلوقتي. مين فيكم اشطر كتكوت ياخدوا الكوره بالشلول؟ يعني يا جماعه دي كوره، يعني كوره، واحنا بنحب بعض وكلنا اصحاب. انا صحابي زملكاويه على اهلاويه على اسماعيليه على اسكندريه، فالدنيا حلوه يعني، مفيش حاجه، ما عندناش تعصب والله، احنا بس اللي بنكبرها. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، وانا اهلاوي وبحب الاهلي، بس مش متعصب. ان شاء الله هنكسب يعني باذن الله. وشايف هيبقى في حماسه كبيره جدا طبعا، اللعيبه كلهم متحمسين، ان شاء الله يعملوا ماتش قوي باذن الله. مبسوطه اني كنت معاكم، وكل سنه وانتم طيبين. احلى اهلاويه والله بجد. البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم، وفقرتنا دي مع واحد من اللي شرفونا طبعا قبل كده، اهم نجوم الدفاع في الكره المصريه جماعه، واحد ابناء النادي الاهلي لفترات طويله، والنهارده مدرب متميز جدا وبيشق طريقه فعلا يعني، لسه جاي صوته رايح يعني، عشان كان بيزعق زعيق جامد جدا مع 2005 فيقول لنا سبب الزعيق ده كان ليه النهارده مع مواليد 2005، اللي هو طبعا بيشرف على تدريبه في البيت الكبير، شريف عبد الفضيل. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، وانا مبسوط طبعا بوجودي معاكم في المقدمه، ومبارك للنادي الاهلي على حصوله طبعا احسن قناه رياضيه طبعا، وده مش جديد على النادي الاهلي يعني، وقناه النادي الاهلي. لا صوتي مش رايح ولا حاجه. نورنا شريف، وانا بحب كمان انا بحب ابارك كمان بصفه خاصه منتخب مصر الاولمبي، الفوز على منتخب البرازيل، وده اول فوز لمنتخب مصر على البرازيل في جميع المنتخبات، سواء على منتخب الشباب، منتخب اولمبي، منتخب اول. فبنبارك للكابتن شوقي غريب على هذا، هنقول انجاز على مستوى الارقام، ان منتخب مصر يفوز على منتخب البرازيل لاول مره على المستويات، اذا كان مباراه دوليه مع او وديه او رسميه. فبنقول للكابتن شوقي غريب وجهازه، كابتن معتمد جمال، وكل اللي موجودين، وائل شيتوس والدكتور علاء عبد العزيز، كل المسؤولين على المنتخب الاولمبي، بنقول لكم سبورت ليكم، انتوا بتعملوا حاجه جميله لمصر، وان شاء الله منتظرين ميداليه اولمبيه باذن الله. ان شاء الله. كنت بتزعق ليه؟ ما النهارده كان عندنا مباراه طبعا، بنلعب في اهلي مدينه نصر النهارده، وكسبنا فرقه النهارده، كنا بنعمل دي كلها مباريات حبيه عشان خاطر نعمل اعداد للموسم الجديد ان شاء الله. انا بس في البدايه طبعا ببارك طبعا، بعد ما باركت قناه النادي الاهلي، ببارك طبعا لمنتخب مصر الاول النهارده، اكيد بتعدي ان هو قدر يعدي على العقبه بتاعه توجو الحمد لله، وكابتن حسام بنبارك له والجهاز الفني واللاعبين، ومبروك للجمهور المصري كله، ومبارك للكابتن شوقي غريب النهارده، مباراه رائعه ومباراه تاريخيه في نفس الوقت. صحيح النهارده ده حدث تاريخي، فالحمد لله. يمكن النهارده يوم جميل للشعب المصري كله، منتخباتنا الكره المصريه تاني على الساحه الافريقيه، نتمنى ان شاء الله الاستمراريه باذن الله والتحسين ان شاء الله. ان شاء الله. شريف، اتكلمنا على الكابتن حسام البدري اللي كان في الفترات الاخيره، وخاصه بعد مباراه مصر وتوجو الاولى هنا في القاهره، والفوز 1-0 بنتيجه اعتقد باهته مقارنه طبعا بنتيجه النهارده، والاداء
السيء كان تحت ضغوط كبيره جدا جدا. شفت ان الكابتن حسام خرج من هذه الضغوط بشكل ايجابي ازاي في مباراه النهارده؟ هو بصراحه يعني منذ تولي كابتن حسام من اصلا المسؤوليه انا باشفق عليه، لان دايما في ضغط اعلامي عليه بشكل مبالغ فيه. ما اعرفش يعني مش معقول هقعد اهاجم مدير منتخب عشان خاطر الرياكشن بتاعه على الخط، مش معقول يعني. فانا ليا الحكم داخل الملعب، كل واحد بيتحكم بمشاعره. عشان الرياكشن لكابتن شريف، هو كان فيه طبعا بعض المشاكل اللي اثرت في المباراه الاولانيه هنا، وده يمكن يعني كل الناس علقت عليه. وافتكر ان النهارده بعد مباراه النهارده افتكر ان هو يعني وصل له المشاكل دي وتمت معالجتها، بدليل ان انت النهارده طلعت بمكسب، ومكسب يليق باسمك، يليق بمنتخب مصر. لا انا معاك، يمكن بس مشكلتنا احنا بس في سيبك من رياكشناته و2020 وصورته، سيبك من كل ده، مش عايز احاسبه بالظبط. احنا بنحاسبه في الملعب. هو منذ توليه المسؤوليه شارك تقريبا في يعني لعب حوالي المباريات اللي فيها كلها لم يدخل في منتخب مصر غير هدفين. خلاص، يبقى هو على المستوى الدفاعي جاي جدا، جاي يعني جدا. ده المستوى الهجومي النهارده، بالنهارده ما هي بس انت عندك ثلاث ماتشات الاولانيين هدفين، والنهارده يمكن بالظبط، لان كل الماتشات يا اما تعادل 1-1 يا 0-0 تمام. فهي الماتشات ومشكله الكابتن حسام برضو في عدم التجانس، يمكن الفتره اللي فاتت دي كان بسبب ان اللعيبه رجعت تاني تشارك في المباريات الافريقيه المحليه. صحيح. فما كانش عنده فتره كافيه ان هو يقدر يجمع لعيبه ويلعب مباريات وديه، فده ما كان فيه عدم تجانس واضح جدا للفرقه ككل، ولا معسكرات، ما تعملش معسكرات حتى ولا ضمتهم. بالظبط. فانا بس انا يمكن نقطتي كلها كانت في التشكيل، يعني يمكن اكتر واحد كان ممكن يغير شكل المباراه اللي هنا دي بالذات هو مجدي قفشه. يعني قفشه كان هو الحل السحري لفريق النادي الاهلي في مباراه القاهره، المباراه اللي هنا في القاهره اللي فاتت دي. خلاص، مع طبعا وجود خبرات عبد الله السعيد اكيد اوكي هحتاجه في خبرات، ولكن انا قفشه هو العامل الفارق مع النادي الاهلي فتره كبيره. وبصراحه اللي عمل الشكل الجديد لقفشه هو مستر موسيماني، بصراحه تحسب له دي، لان ادى قفشه، حرر قفشه من قيود كتيره جدا كان عاملها عليه مستر فايلر قبل كده. فانا كان قفشه بالنسبه للمنتخب هو تقريبا الحل السحري. يمكن دي النقطه الوحيده اللي عيب على الكابتن حسام بدري فيها، ان هو ما كانش ما اعتمدش على قفشه في المباراه الاولى، ولكن في المباراه الثانيه وتبص لحسابات الكابتن حسام مختلف تماما. دايما في ناس بتبص لمنظور الماتش الواحد، انت بتتكلم هو في خلال اربع ايام بيلعب ماتشين مهمين زي دول في مجمع منتخب، ما لعبتش ولا مباراه وديه، فانت اصلا مش ما عندكش التشكيل الانسب ليك بالظبط كده يعني. قدرت، وبعدين تفاجئ ان محمد صلاح قبل المباراه بيومين ثلاثه جات له كورونا، وبعدين دي كارثه. يعني هو يعني كابتن حسام بدري برضو لازم نقول يا جماعه يعني في سوء توفيق غير طبيعي، ان هو محمد صلاح ما لعبش معاه ولا مباراه خالص في التصفيات خالص، ولا مباراه لغايه دلوقتي يعني، ولا حتى الودي كمان يعني بالظبط، ولا مباراه لغايه دلوقتي. هو النهارده كابتن حسام البدري عمل 7 تغييرات، وافتكر انه التغييرات الكتيره ديت ما حصلتش في اي من المنتخبات في العالم. يعني في تغييرات اجبر على بعضها فعلا زي ما انت بتقول كده، سوليا عندك، هاني اتصاب، سوليا انذارين مني النهارده، وفي 4 تانيين زي قفشه. انا عايزاك تقيمهم لي بقى، لما نقول مثلا ايمن اشرف مكان ابو الفتوح، قفشه السعيد صح نزل مكان عبد الله السعيد بالظبط، وعندنا محمد شريف مكان زيزو، وكوكا زيزو. مصطفى محمد مصطفى، قول لي بقى التغييرات ديت ليه لجأ ليها، اللي هي ما اجبرش عليها. التغييرات اللي كانت انت دلوقتي بتلعبي في خلال 4 ايام ماتشين مهمين جدا، فانت كان لازم الكابتن حسام يعمل كده، وبينهم سفر كمان، خلي بالك سفر طويل، سفر كمان، كانوا هيسافروا في الفجر التاني يوم، فاضطروا ان هم ياجلوا السفر شويه عشان اللعيبه تلحق تريح. خلاص يعني برضو كابتن حسام والجهاز الفني ادار حتى الفتره بتاعه السفر بشكل كويس جدا. هو اللي عمل ده عمل تجانس من اللعيبه بتاعته بشكل كويس. وبعدين عندنا محمد شريف لما جه لعب النهارده النواحي التكتيكيه، وبعدين شريف دايما اشول تمام، لا عنده سرعات وعنده ميزه وعنده ما هو كان ممكن يدفع رمضان صبحي يلعبه من المباراه، ما لعبوش ليه؟ وعنده رؤيه فنيه، رمضان لسه بعيد، مش هيقدر مش هي... لا طب ممكن هو بيقول رمضان لو انت بتقول بعيد وجهه نظر، لا رمضان لو ل 10 ممكن دي ل 10 هو ليه وقت في المباراه، ما يقدرش يبدا المباراه كلها، يستحيل، لان هو بعيد عن المشاركه بفرق السيزون كام، ما يقدرش 7-8 شهور كده. رؤيه فنيه ممتازه من الكابتن حسام، مع ان هو الاقرب ان هو يشارك، محمد شريف اول مباراه دوليه ليه صحيح،
في الفريق ويمكن رمضان نزل كمان الماتش اللي فات اخر 10 دقايق او اخر ربع ساعه بالظبط. يعني الاقرب الطبيعي يقول مين؟ لا رمضان. رمضان. انما المفاجاه لما يجي يفاجئ كان الكابتن حسام يبدا مزبوط. بمحمد شريف دي رؤيه فنيه عاليه جدا وعنده ثقه كبيره غامر. في اللعيبه دي غامر. انا ما بعتبرهاش مغامره على قد ما هو عارف حسابات الفرق الافريقيه هناك الاجواء الافريقيه بشكل كويس. مجدي قفشه هيقدر يدير الماتش هيبقى عنده الباور اعلى لان قفشه عنده حلول كتيره جدا بيقدر يتحرك بيوجد الحلول. ده الحل الاول لاي لعيب معاه كره القدم مع الكره في الملعب. هو اللي بيروح يوجد الحل دايما مجدي قفشه. عندك طارق حامد عنده الباور انه يقدر يدافع بشكل كويس جدا. هي دايما بس حته غلطت في خط الظهر شويه يمكن حجازي كان فيه شويه كان عنده مشكله شويه يعني نتيجه ان برضو السفر والاجهاد لان هو برضو هو ويعتبر وهو والونش هم اللي لعبوا المباراه مباراه كامله ممكن كان تريزيجيه برضو لعب وطلع في اخر المباراه في المباراه الاولانيه صحيح. فانا شايف ان الكابتن حسام عمل توليفه هايله. يمكن انا حتى قبل المباراه قلت لهم انا اتمنى ان مجدي قفشه هو اللي يبدا المباراه واتمنى ان احمد توفيق هو اللي يبدا ناحيه اليمين خلاص. ابو الفتوح انا قلت هيبدا لان قلت خلاص هو رجليه في الملعب وممكن يبعد بس هو حب ان ايمن اقوى دفاعين كمان. بمناسبه ايمن نحب طبعا نطمن جماهير النادي الاهلي ان اصابه ايمن ان شاء الله اصابه بسيطه جدا جدا جدا. الدكتور محمد ابو العلا تواصل معانا وقال ان يعني تقريبا ما فيش اصابه. هو كان عنده شويه اجهاد ويمكن اتخبط شويه في عمق رجله فلكن الامور بنطمن جماهير النادي الاهلي اللي احنا عارفين كلنا ويمكن جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك كان بيتفرج على الماتش وبتفكر في المباراه النهائيه ولاعبتنا الحمد لله كل اللعيبه وده مهم جدا كل اللعيبه الحمد لله سلام 100% بما فيهم ايمن اشرف. طبعا الحمد لله ان احنا اطمنا لان طبعا كلنا قلقنا النهارده يمكن عشان المباراه النهائيه بتاعتنا اللي هنا دي صحيح. حاجه تهمنا برضو ولكن في المقام الاول دايما هو المنتخب مصر صح. دايما كلنا اذا كان اهلي او زمالك يمكن الحمد لله الحته دي يمكن كل الناس كانت قلبها على المنتخب اكتر وده اللي كان واضح الحمد لله المباراه اللي فاتت لان قلقنا قوي ان المنتخب لا قدر الله يحصل حاجه يخرج فالناس كلها كانت حابه ان المنتخب يطلع بنتيجه ايجابيه. وبعد المباراه يمكن هو ايمن بس النهارده يمكن حصل كدمه جامده فهم حبوا يريحوه صحيح. ومحمد هاني برده كانت المباراه اللي هنا حصل كدمه في الرباط الخارجي ليه بالنسبه له والحمد لله كل الحاجات دي ان شاء الله قبل المباراه ان هي هيتم ان شاء الله علاجها بيها بفتره قصيره ان شاء الله ويقدروا يا رب ان شاء الله يشاركوا يوم 27 يا رب ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب النهارده نقدر نقول منتخبنا طبعا نقدر نقول انه ظهر بوجهه الحقيقي ولا لسه كان لا كان في بعض المشاكل كان المفروض يتم معالجتها في مباراه النهارده يا كابتن؟ لا يعني ما نقدرش نقول بالشكل ده انما نقدر نقول ان الكابتن في الحمد لله في قوام موجود في ناس موجوده وفي ناس غايبه مهمه جدا ناس محترفه زي صلاح وزي النني الناس دي موجوده أكيد. بشكل كويس معانا دلوقتي ظهور محمد شريف اول ظهور لي واول تسجيل لي يعني صحيح. دي بتحصل بتعمل فرق كبير. عندنا حمدي فتحي كان راجل بعيد خالص يعني كان قبل كده ثلاث مشاركات ليه جاب احرز ثلاث اهداف مع المنتخب والراجل رجع تاني والراجل ده مش بعيد اصلا فالحمد لله انت عندك في كل مركز ثلاث اربع لعيب ده اللي كنا بندور عليه بقى احنا رجعنا ان شاء الله ان احنا نعد منتخب قوي الفتره اللي جايه عندك منه اساس واحد واثنين وثلاث لعيبه في كل مركز ده اللي لازم ندور عليه الفتره الجايه عشان عندك يبقى في قوام قوي لو حد غاب يبقى في البديل والحمد لله المباراه بتاعت النهارده اثبتت ده ان البدائل موجوده وعندها قدره ان هي كافيه ان هي ان شاء الله تخلص مباراه تقيله زي دي ان انت عارف يا كابتن هاني تحت ضغط طبعا المباريات الافريقيه دي صعب جدا ان انت تكسب هناك انت ما تعرفيش صعوبه الملاعب والمناخ هناك صعبه جدا. وكان معانا طبعا سافرنا هناك في توجو السفير حسام حسين وكان بيتكلم عن قد ايه الاجواء صعبه اللي تخص المناخ وكان يعني اكيد مباراه صعبه وخاصه ان هي على ارضهم يعني بس يعني بتكلم على الشكل العام لعيبه النادي الاهلي خاصه الشناوي وقفشه يعني انا شايف ان كمان محمد الشناوي النهارده في جونين يعني شالهم بصراحه بشكل اكتر من رائع استمرار لتالق الشناوي وكمان مش على مستوى الدفاع ده الراجل عامل اسيست كمان عامل اسيست لمحمد خلاص بالظبط عمل اسيست لمحمد شريف حتى وانا بقرا كده على بعض الصفحات الاجنبيه حتى بيكتبوا الاسيست مين محمد الشناوي محمد الشناوي اسيست فتالق الشناوي وكمان زي ما انت اتكلمت عايز ااكد على كلامك ان قفشه ليه دور مهم جدا 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 وتحس ان هو يعني هو اللي بيعمل شكل للفرقه بشكل كبير جدا ده حقيقي انا قفشه يمكن في الفتره كمان بالذات بتاعت مستر فايلر كنت بتضايق جدا من خروجه لان انت تبقى لعيب متاثر قوي لما تحس ان انت كل مباراه تبداها هتخرج في الدقيقه 60 دقيقه 65 دقيقه 50 انت كويس وحش هتخرج
فده احساس مش حلو للاعيب الكوره خالص يعني، حتى لو كنت بتادي بشكل كويس. مستر موسيماني عمل شخصيه جديده لمجدي قفشه، اداله ثقه في نفسه، حرر مجدي قفشه من جواه. في ضغوط كبيره جدا جوه اللعيبه دي، ومش هو لوحده على فكره. الو ديانج انطلق، الو ديانج كان واحد تاني خالص، في لعيبه كانت مخنوقه جوه الملعب. حسين الشحات انطلق، مروان انطلق، كله انطلق خلاص. يبقى الراجل ده كان عامل ضغط نفسي على اللعيبه بشكل كبير. موسيماني قرب قريب قوي من اللعيبه، يقدر يحرر. فايلر كان ضاغط على اللعيبه بشكل كبير، لما كان مؤثر على شخصيه اللعيبه كمان في الملعب. اللعيب مهم جدا، المدير الفني ازاي يقدر يطلع يحرر اللعيبه من الضغوط. الضغط النفسي والعصبي على اللعيبه بيأثر عليه بشكل كبير، وده مهمه المدير الفني. يعني بمناسبه برده الو ديانج اتعور على فكره النهارده. مين؟ الو ديانج. انا سمعت كمان ان الو ديانج وربنا يستر علي معلول كمان. علي معلول اعتقد برده اصابه، بس ان شاء الله خفيفه. لكن الو ديانج يا رب تكون اصابه خفيفه، لانه اتعور مع منتخب بلاده، ونتمنى ان شاء الله ما تكونش اصابه قويه باذن الله. زي ما انت بتقول عنصر مهم جدا جدا طبعًا جدا طبعًا في خط وسط النادي الاهلي، لانه علي ديانج في الفتره الاخيره دي تحرر وادى بشكل رائع جدا، وعنده امكانيات عاليه جدا زكاه في حته المركز قلب الدفاع المتاخر بالنسبه لوط الملعب، بيديها بشكل روعه. وكمان عنده نواحي هجوميه على اعلى مستوى، لانه هو بيقدر ياخد خط القلب بيطلع بيه بينقل الهجمه اسرع وقت ممكن، لان هو بيقدر يراوغ اكتر من لعيب في وقت واحد من خط النص عندك بينقل الملعب الناحيه الثانيه، ودي قليله قوي بالذات في لعيب الارتكاز اللي هو يعمل الدريبلينج بالكوره 30 40 متر. دي ما بتحصلش كتير، مين اللي بيعملها؟ هو الو ديانج. فاتمنى ان شاء الله ان الاصابه بسيطه ويبقى موجوده ان شاء الله. طب احنا كنا بنتكلم عن انك ابرز احد دفاعات الاهلي المميزين جدا، رايك ايه في الونش وحجازي مع منتخب مصر؟ قيمتهم ازاي؟ لا انا بالنسبه لي الونش هو اللي بالنسبه لي مفاجاه الفتره الاخيره عموما. الونش بالظبط، مش مع المنتخب بس، هو بقاله فتره في تقدم ملحوظ بشكل كبير جدا. حجازي يمكن من فتره بعيده في حاجات نقط صغيره كابتن هاني يمكن انت تلاحظها كتير جدا، تمركز عنه مع انه هو طويل القامه، ولكن عنده سوء تمركز جدا في حته تقدير الكوره بشكل كويس. يمكن مباراه البرتغال الوديه، الماتشات كاس العالم، لبطوله افريقيا الاخيره اللي خسرنا فيها في النهائي قدام الكاميرون. انا متابعه كويس جدا. يعني انا حجازي من المدرسه اللي انا طالع من عندي خلاص من تحتيه، لان حجازي طالع على ايدي انا من الاسماعيليه، فطالعين مع بعض، فهو امكانياته كويسه جدا. فانا بتضايق ان هو ليه ما طورش الحته دي، ما ان انا اصلا طويل، انا مش محتاج ده، انا بس تقدير التقدير انت بتتكلم عن تقدير الكره نفسه للكرات العاليه، يعني التوقيت بتاعي للكرات العاليه، حته التمركز الواحد ضد واحد، ازاي افادي نفسي طالما ما عنديش السرعه ان انا اجاري الفرود السريع، يبقى من بدري اعطله بشكل كويس قوي، يبقى انا قريب ليه قوي. النهارده ظهرت قوي الحاجات دي، يمكن بس في ناس كتير الماتش برضو يا شريف، يعني خلينا نتكلم، انت كنت سرد باك وعارف، يعني في بعض المباريات كده الواحد بيحس بيها انه يعني خارج الفورمه، يعني ما بيكونش ليها اسباب كتير. لكن انا لما اجي بقيم حجازي انا بكلم لعيب لاعب دولي كتير جدا، لاعب دوري انجليزي جدا، فلما يصحى الغلطات الصغيره دي يبقى دي مشكله كبيره. يمكن الونش بيتغاضى عن ده بشكل كبير جدا، الونش بيأدي بشكل كويس جدا الفتره الاخيره، ولكن طبعا هي محتاجه استمراريه للعب الاثنين مع بعض بالنسبه لقوام المنتخب. يعني محتاجين يلعبوا مع بعض بشكل كبير، بالذات خط الظهر لازم يبقى فيه ترابط كتير قوي، لازم انسجام اكتر من كده، ولازم يلعبوا. انت النهارده اتفاجئوا الاثنين اللي في القلب، الاثنين الاطراف متغيرين، مفيش انسجام. انما الحمد لله دي لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في ليفل تاني خالص. صحيح. بتتكلم لعيب دولي يا ولاد، يبقى انت عندك القدره والاستيعاب على اسرع ما يمكن. خلاص انت بتستوعب ليه؟ لان انت لعيب في مستوى عالي. اللعيب الاقل ده اللي انت بقى تقعد تحفظه وتفهمه وتجانس. مفيش الكلام ده، احنا بره في اوروبا تلاقي لعيب جاي من الدوري الاسباني بيروح الايطالي بيلعب على طول. والعكس صحيح، الانجليزي لسه جاي بيخش يلعب على طول. خلاص مش محتاج بقى الفتره دي اللي بتتاهله. دي لعيبه مستوى اول. خلاص لعيبه بروفيشنال بس. طيب احنا معانا على التليفون نائب رئيس اللجنه الخماسيه فصل سيد محمد علي، مع طبعا من توجو واحد افراد بعثه منتخبنا هناك في توجو عشان يطمنا مبدئيا على حاله ايمن اشرف دلوقتي وصلت لحد فين. لكن الى ان النهارده في قلق كبير جدا بسبب الاصابات دي، وانت داخل على مباراه مهمه جدا، التاريخ ده خلاص مش هننساه، 27 نوفمبر. قول لي النهارده موسيماني
هيلعب ازاي؟ يعني ايه التشكيله اللي ممكن يلعب بيها موسيماني يوم السبت خلينا نقول في ظل بقى الاصابات ديت وانت بتستعد للمباراه النهائيه؟ انا معاكي، بس هي هو لازم يشوف اللعيبه كلها بتاعه المنتخب دي الاول ولازم لا مش هيعمل ايه، كل اللعيبه لازم نشوف مين الناس السليمه والناس المصابه والناس هتبقى قد ايه. يعني مثلا ممكن واحد ينزل قبل الماتش بيومين ثلاثه، ما دام ما ينفعش يلعب خلاص، وعلى حسب حالته هو، لو شايف ان حالته الفنيه عاليه ممكن ينزله تمرينه واحده ويلاقي حالته عاليه جدا، ممكن يقول لك انا محتاجه في المباراه اشوفه. فانا ما اقدرش اقول لك احط مثلا 11 وتلاقيه مروح جاي مغير ثلاثه. دايما المدير الفني هو اكتر واحد. معلش يا كابتن شريف انا اسفه لان التليفون ممكن يفصل تاني. معانا السيد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه، اهلا بيك يا فندم من توجو. يا اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بكابتن شريف وكابتن هاني، ودايما مبروك لمصر طبعا الفريق الاول والفريق الاولمبي، ودايما ان شاء الله مصر في انتصارات كده على طول ان شاء الله. مبروك على مصر. طمنا يا فندم على حاله ايمن اشرف مبدئيا، وصلت لحد فين؟ لا ايمن اشرف لا سليم جدا. ايمن اشرف انا قابلته بعد ما خرج من المباراه واحنا في اوضه اللبس، هو كان حد احتك بيه بس احتكاك جامد اتخبط، ف يعني اتحمل على نفسه شويه، فكابتن حسام فضل انه يريحه وينزل فتوحه، خصوصا احنا كنا متقدمين، لكن هو ما فيش اي حاجه وسليم تماما يعني. دكتور جمال، طبعا اولا بنبارك لحضرتك ونبارك للجهاز الفني واللعيبه على هذه النتيجه، مش هقول النتيجه الكبيره لكن نتيجه مميزه جدا، اداء افضل كتير جدا، اداء مميز النهارده. بنبارك لحضرتك والجهاز الفني واللعيبه، وزي ما حضرتك قلت يمكن كان معانا مداخله مع حضرتك كنت انت متفائل بالنتيجه، شايف ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وبالنتيجه النهارده ان شاء الله اكيد مصر مؤهله للنهائيات، و يعني تقول لنا طريق بعثتنا ان شاء الله للعوده للقاهره وانضمام بقى ورجوع لعيبتنا الى المعترك المحلي مره ثانيه هيكون امتى؟ ان شاء الله حضرتك، انا وحضرتك بكلمك حاليا، احنا نزلنا من الاتوبيس حالا يعني دلوقتي وداخلين على المطار ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. هنتحرك الطياره الساعه 12 الظهر ان شاء الله. نوصل مطار القاهره تقريبا على 5:30. خمسة ونص هيكون في انتظارنا الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كان اتصل علينا يكون في انتظارنا. هتتعمل مسحه طبيه لكل البعثه في المطار، وبعد كده كل البعثه هتتجه الى الفندق. هنستنى لغايه ما تظهر نتيجه المسحات عشان كل واحد قبل ما يروح لابد ان يكون مطمئن على نفسه، وفي نفس الوقت لا قدر الله ولو في حاجه ما يضرش بالاخرين. فمحدش هيسافر او هيتحرك الا بعد ان شاء الله ظهور المسحات. تقريبا المسحات هتظهر على الساعه 2 الساعه 1 في نفس اليوم حضرتك، يعني مباشره الساعه 5:30 الصبح ان شاء الله. يعني حضرتك هتوصلوا ان شاء الله، توصلوا بالسلامه على الساعه 6 الصبح ان شاء الله في استقبالكم الدكتور اشرف صبحي، يعني هتقعدوا في المطار، هتعمل مسحه وتقعدوا في المطار لغايه النتيجه ما تظهر. النتيجه لا 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 حضرتك، هنعمل المسحه ونتجه للفندق. للفندق بالظبط فندق، يعني هتقعدوا في الفندق لغايه ما النتيجه. يعني هتاخد تقريبا ثلث ساعه، من ثلث ساعه لنص ساعه. وفعلا تم التنسيق مع وزاره الصحه، وتم التنسيق مع الدكتور محمد اللي هو مندوب وزاره الصحه اللي موجود معانا هنا. وقال ان هو يعني بلغ من تقريبا ممكن على الساعه 2 الساعه 3 بالكثير تكون المسحات، هي بتاخد 6 ساعات. تكون ظهرت وان شاء الله نبلغ بيها 48 ساعه يعني يا فندم، سلبيه وكله ينضم لانديتهم ان شاء الله. ان شاء الله يعني تمام. بكره على يعني نهايه النهارده اليوم، على نهايه اليوم بكره كل اللعيبه ان شاء الله تكون المسحه سلبيه باذن الله، لان احنا كنا قلقانين بصراحه، كنا قلقانين جدا ان كمان انني ظهرت عليه او عرف النتيجه وبعد التدريب، فكنا فعلا قلقانين ان يكون في اصابات كتيره. ان شاء الله باذن الله ما يكونش فيه اي اصابات خالص لاولادنا. والكابتن شريف طبعا عبد الفضيل عايز يكلم حضرتك. كابتن جمال تحياتي ليك. بقول لك كابتن شريف اخبارك حبيبي عامل ايه؟ تحياتي ليك والف مبروك للمنتخب مصر والجهاز الفني واللاعبين، ومبروك للجنه الخماسيه على الاختيارات الموفقه، والفتره دي ان شاء الله يعني الحمد لله في فترات كده بتعدي صعبه، بس الحمد لله انتوا يعني قدها وقدود، وان شاء الله تعملوا حاجه كويسه باذن الله. اللجنه الخماسيه تحياتنا ليكوا يعني. ان شاء الله يا كابتن تكرمنا بالسلامه وتطمنونا على اللعيبه كلها باذن الله يا كابتن. ان شاء الله ربنا يوصلنا بالسلامه، وبشكر حضرتك كابتن هاني، حضرتك يعني مدرب كبير ونجم كبير، وعارف حضرتك طبعا كنا الظروف الصعبه اللي مر بيها الفريق باصابه كابتن محمد صلاح وكابتن محمد النني، طبعا اثرت نفسيا على الفريق، فكانت لازم
يتم اعدادهم بشكل اعدادهم النفسي في كل يشارك في اعدادهم النفسي. وفعلا يعني كان في دور كبير جدا لكل المسؤولين سواء من داخل مصر ومن الاعلام داخل مصر او من الجهاز الفني والطبي والاداري اللي موجود هنا، لغايه ما قدرنا نتخطى المرحله الصعبه دي. يمكن كابتن حسام كمان كان موفق في موضوع التشكيل، ان هو صحيح عارف طبعا موضوع اجهاد السفر واللعيبه اللي لعبت اساسيين في المباراه الاولى، كان صعب ان كلهم كمان يلعبوا المباراه الثانيه بنفس التشكيل، وده اللي حصل مع توجو ان هم لعبوا بنفس التشكيل فتاثروا تاثير كبير. صحيح. لكن احنا الحمد لله كان في لعيبه يعني اقول يعني ما كانتش مجهده من المباراه الاولى، وانتر استعد اداء كويس في الشوط الاول اللي احنا قدرنا نسجل فيه الهدفين، وان شاء الله يعني الجاي افضل ان شاء الله. الجاي افضل ان شاء الله باذن الله. والف الف مبروك مبروك مره ثانيه كابتن جمال، وتوصلوا بالسلامه يا رب ان شاء الله، وتكون المسحه ان شاء الله سلبيه باذن الله. كل التوفيق وكل السلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب زي ما قلنا شريف طبعا يعني اهم حاجه نكمل يعني كنا بنتاكد بس على موضوع طبعا ايمن اشرف زي ما اتكلمنا يعني ايمن اشرف الحمد لله سليم وما فيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله بيرجع بالسلامه ويكون كل المساحات سلبيه لانه اضافه كبيره جدا. وكمل بقى حديثنا على كمان كمل جزئيه قبل كابتن جمال ما ينضم لينا من هناك. هو نسي اصلا كان جزئيه دي جزئيه بنتكلم على لا نتكلم على موسيماني وتحضيره للمباراه. انت عارف عندنا مباراه في كاس مصر، مباراه كاس مصر بطوله يعني الناس كلها يعني طبعا عينها على البطوله الافريقيه، لكن دايما النادي الاهلي باصص على ان كاس مصر بطوله، ودايما النادي الاهلي بيبص لكل البطولات. موسيماني ورؤيته في مباراه الدور الثمانيه ابو قير الاسمده في عمليه التشكيل، عمليه الدفع باولاد صغيرين، ولا ممكن تكون يعني تجربه لبعض اللعيبه، ولا هياخدها بمحمل ان احنا ممكن نشوف بروفا لمباراه نادي الزمالك. انت رؤيتك الفنيه ايه ليها؟ لا يا كابتن، احنا دايما الماتشات الكاس دي بطوله مفيش كلام، ولكن عندك بطوله اهم، في دايما بتبقى بطولات اهم من بطولات أكيد. طبعا أكيد. العالم كله ماشي بالنظام، دايما بطولات الكاس دي بالذات انت معاك بيبقى في القايمه سيم 30 لعيب 25 لعيب، الناس دي لو مش على قد المستوى اكيد مش موجوده طبعا. فانت مطالب ان انت تلعب كل الناس، حضرتك لو مش هتلعب الناس دي يبقى هي تطالب ان هي هتمشي، فاللعيبه اللي موجوده دي على مستوى عالي جدا، فلازم تشارك الناس الموجوده مع التدعيم الشباب، لازم تشوف ما هتشوف الشباب دي فين. هنقعد يعني انت شايف مباراه ابو قير الاسمده هيدفع بالولاد الصغيرين مثلا، ممكن نشوف شادي نشوف دايما المباريات دي دايما بتدعم بعنصر او اثنين من الشباب مع العناصر الخبره اللي موجوده مع العناصر الناس اللي هي ما بتشاركش بصفه اساسيه مستمرة. او مستمره لازم تبقى موجوده، لازم تعمل التوليفه دي، ولازم يبقى في انسجام منهم على مباراه وديه قبليها عشان يقدروا يلعبوا مع بعض بشكل كويس. ده طبيعي بيعملوا اي مدير فني، وموسيماني ما اعتقد ان هو مش هيخرج عن النطاق ده. يعني ممكن يدفع برامي ربيعه في المباراه النهائيه؟ والله لو احتياجه للمباراه وشايف رامي جاهز 100% اكيد هيلعبه، لان رامي لعيب مهم وخبراته كبيره جدا. افتكر انه جاهز دلوقتي بالرغم يعني البعد الاصابه بقاله كتير غايب يعني خلاص. ما هو ده اللي بقوله يا كابتن، لازم رامي مش مجرد تمرينه يجيد فيها وخلاص، لا لازم اشوفه في مباراه واثنين مباريات وديه بشكل كويس عشان اقدر احكم عليه، لان دي مباراه مصيريه ما فيهاش هزار، وبقاله بعيد جدا غايب. وكمان انا شايف كمان يعني رامي لعيب مميز جدا، هو ان شاء الله لو متواجد، هو بدا تدريباته مع الفريق بشكل جدي جدا، ممكن جدا على فكره مباراه الكاس ممكن ياخد فيها جزء ويقف على رجله فيه، لان لازم مباراه مختلفه شويه لازم هيلعب، لان هي المباراه دي زي ما بقول لك المباراه دي دايما بتبقى اللي انت بتشوف الشباب اخبارهم ايه عشان تقدر تقف على مستواهم الفني. الناس اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه لازم تشوف مستواهم الفني عامل ازاي، الناس اللي راجعه من الاصابات لازم تاخد جاهزة. يعني انت بتقول انه حتى لو تعافى فلازم يتجرب في كذا مباراه قبل ما يشارك في مباراه مهمه زي دي. طبعا لازم اكيد طبعا. انا كنت حاله كده كنت باجي من الاصابه على بعض بتخش على طول على الماتش على النهائيات على طول سطر الحمد لله جزء من الاصابه. احكي لنا قصه انك كنت قاعد فترات طويله وجيت لقيت نفسك كذا مره. يمكن انا مثلا في فتره منهم كانت عندنا ماتش القطن الكاميروني قبل نهائي افريقيا بتاعت 2013 كان عندنا القطن هناك، فانا المباراه دي بنلعب ماتش ودي هنا فاتصبت في السمانه، جالي شد جامد تمزق في الالياف الصغير يعني ملي او 2 ملي، فده عايز له على الاقل 10 ايام. فالسفر كان بعد 10 ايام
كان بالظبط 7 ايام. فخلاص كابتن محمد يوسف بيتكلم معايا وبتاع، له خلاص انا كده مع الدكتور وبتاع. لي لا لا انت هتيجي معايا يا كابتن، ما ينفعش. وانت مصاب؟ انا مصاب. قال لك انا حتى مع كابتن حسام كنت كده، ومع مستر مانويل كنت كده، ومع جريدو الاسباني كده. ما انا الكونفدراليه نهائي الكونفدريشن كاب اللي هنا دي انا لعبها كده، سيو سبورت دي انا لعبها رايح هناك، وانا اصلا كماله عدد كنا عبد الله السعيد يعني قاعدين على البنش بره نكمل السكور مش اكتر. لقيته بينزلني في الدقيقه، عايز بعد ربع ساعه بالظبط عايز ينزلني. بصيت له كده قلت للكابتن سيد عبد الحفيظ حد سأل، قلت له يا كابتن هو الراجل بيهزر ولا بجد؟ عشان بعد ربع ساعه المباراه بدات كان في ثغره يعني ناحيه الشمال شويه، كان في شغل كتير فعايزني انزل اعمل الجزء ده اقفل الناحيه دي يعني وبتاع. فقلت له لا صعب جدا وبتاع، فتنشنت حتى وشدينا مع بعض. قال لي مسخن الشوط الاولاني خلص، انا اول تغيير نازل بين الشوطين خلاص وطالع احسن لعيب في الماتش. هي طبعا هي عمليه يعني مش بس اعتقد المباريات النهائيه زي دي لازم يكون اللعيب جاهز 100%. ولو اتكلمنا على رامي طبعا لعيب كويس قوي، ممكن يبقى ياخد جزء من المباراه او ياخد مباراه كاس مصر، لكن كمان على الجزء الاخر انا شايف ان ياسر ابراهيم وايمن اشرف ماشيين بشكل اكتر من رائع، هما الاثنين في الجزئيه دي من خلال ماتشات نص النهائي مع الوداد يعني. لا هم كمان في تجانس بينهم اكبر ولعبوا اكتر مع بعض، والاثنين فورمه يعني الاثنين فورمه وفت بقالهم فتره في الملعب، ومنهم ايمن لسه راجع بيشارك مع المنتخب في ماتشات مهمه زي دي. وايمن بيجيد اذا كانت في ناحيه الشمال او في قلب الدفاع، فايمن عنده ميزه. وياسر ابراهيم فتره فاتت ماشي بشكل كويس جدا ولافت لا ماشي بشكل كويس جدا وبقى مركز اكتر وبقى يعني خلاص حافظ واجبات المركز بشكل دقيق جدا، عارف امتى بالتايمنج بتاعه والتوقيت بتاعه بشكل كويس، كفرنج على الباك او الجناح او الباك العكسي بتاعه بشكل كويس، او الباك السرد باك الثاني بيقفل عليه بشكل كويس. لا ياسر ابراهيم الفتره اللي فاتت شغال بشكل كويس، ومحمد هاني كان روعه الفتره الاخيره، ادى بشكل كويس جدا، مستواه الفني عالي جدا. هو الموضوع كله ان اللعيب كل ما بيشارك اكتر بيكتسب خبرات اكتر، بياخد ثقه في نفسه اكتر، كل ده هو لعيب كره القدم. هي بس الاصابات يعني لعنه الاصابات ان شاء الله يتم. لا هاني ان شاء الله بسرعه ويشارك في النهائي. انا كنت عايز اخد رايك في نقطه، ويمكن كنت بتكلم تقريبا مع كابتن عادل وكابتن اسامه، لا قدر الله لو هاني مثلا ما لحقش، بديل الامثل لمين في الحته دي؟ يبقى هو لان رامي لعبها كتير في الحته دي، وفي حمدي فتحي وجيد ان هو يقفل، لان انت هتبقى محتاج. انا من رايي حسين الشحات، لا انت عارف طبعا حسين اصلا باك يمين يعني، دي وجهه نظر فنيه. انا رايي ان هو عشان الحته الدفاعيه بس، عشان يبقى عندك لازم بالذات الاثنين الباكين يا كابتن هاني، انت عارف طبعا لازم يبقى عندهم القوه الدفاعيه موجوده، لان دايما انت بتلعب على عنصر فعال قوي في الفريق المنافس بيبقى. لا مش بن شرقي، هي كانوا زيرو يعني، هم اللي عندهم يعني عندهم عناصر كويسه طبعا اكيد، وعندها سرعه ومحتاج اللي يلعب قدامه ده لازم لعيب قوي جدا دفاعيا. صحيح، فحسين عنده النواحي الهجوميه هتبقى اقوى بكتير، فاعتقد ان الافضل بالنسبه لي انا حمدي فتحي او رامي ربيعه. رامي لعب المكان ده كتير، لعبه كتير واجاد فيه في الباك رايت، يبقى يلعب بس ما يبقاش عنده نواحي هجوميه، يلتزم بقى في خطه يعني، في تعليمات يعني خاصه بيه. احنا طبعا كل ده بنتكلم ان شاء الله هاني يلحق باذن الله يعني، احنا بنتكلم ان شاء الله هاني يلحق ويكون جاهز، لان هاني زي ما انت بتقول في اعلى مستوياته بصراحه يعني. وده اللي هيخليني بقى اساله عن عن موضوع تاجيل بقى، موضوع تاجيل المباراه النهائيه، شايفه دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي ضد مصلحه النادي الاهلي؟ كان المفروض تلعب وانت في اعلى فورمه بدنيه ونفسيه ومعنويه كمان، ولا لا يعني ربما دارت النافعه يعني؟ هي الحاجات دي بتبقى يعني ممكن الحسابات تتغير يعني. لا هو انت بالعكس انت بيبقى عندك اصابات بتبتدي ترجع ان شاء الله في الوقت ده. انت الحمد لله حتى لو الماتشات بعيده شويه انت فورمه يعني، انت موجود وفت وقريب من الفورمات. بالعكس انت ضغطت قوي في الفترات بتاعت الماتشات، كنت محتاج تاخد فتره راحه. فانا شايف بالعكس يعني، اذا كانت المباراه هتتاجل او لا ده كله مش هيفرق على المستوى الفني بتاعنا. المباراه مش هتاجل، هي الفكره ان احنا كنا ماشيين بشكل اكتر من رائع، وانت عارف بالزبط. وانت لعيب كوره وعارف طبعاً. وحتى المدربين لما انت يعني بتكسر رتم الاداء شويه، بتبقى في عمليه خوف ان اللعيب يتراجع شويه في الاداء، فطبيعي جدا ان كان في علامه استفهام يا ترى ده افضل ولا اوحش، لكن
من خلال رؤيتنا الفتره اللي فاتت الحمد لله النادي الاهلي ماشي حتى لعبته على مستوى المنتخب مصر بالزبط. في اعتقادي كانوا بيأدوا بشكل اكتر من رائع. يعني انت كل اللعيبه اللي لعبت النهارده مع منتخب مصر واللعيبه اللي لعبت مع منتخب مصر الاولمبي لعبتنا مثلا عندك صلاح محسن، ناصر ماهر، اكرم توفيق، احمد ياسر ريان، كلهم اجادوا بشكل كبير جدا. ففورما ما شاء الله عاليه يا رب ان شاء الله. ناصر ماهر ما شاء الله عليه بشكل كويس روعه ولعيب فني على اعلى مستوى وبصراحه اضافه كبيره للنادي الاهلي لجوه. واتمنى ان شاء الله انه يبقى ليه مكانه وهتبقى المنافسه موجوده في الملعب وده كويس لان دايما اللعيب ما فيش حاجه اسمها لعيب احتياطي ولعيب اساسي في فريق كبير. طبعا طالما انت موجود في فريق كبير يبقى انت لعيب كبير بس يعني دايما هتطلب في اي وقت لازم تأدي لان امكانياتك عاليه. لو امكانياتك مش عاليه مش هتبقى موجود في الفرق الكبيره حقيقي. ونفتكر كمان محمد شريف ونفتكر صلاح محسن. محمد شريف على فكره لعب كجناح النهارده كان لعب جناح لعب وده جناح. ده اصلا هو بيلعب جناح في انبي لكن ناس اتعودت انه يلعب شادو سترايكر او راس حربه واحرز اهداف كتير. فده جزء كمان مهم جدا انك جايب لعيب بيلعب في حتتين مهمين جدا اللي بيلعب جناح يمين او حتى كمان او فيرود كمان حربة صريح متالق بصراحه. بصراحه امكانيات عاليه ان هاني محمد شريف لعيب صغير ولعيب موهوب وامكاناته عاليه جدا وان هو جيت في مركزين وبالذات في قلب الهجوم لان انت كنت محتاج حد في المركز ده. صحيح. وموسيماني ليه رؤيه فنيه بصراحه بحسده عليها لان هو الراجل قال لك هات لي الناس الصغيره اللي كلها بره. فالراجل بصراحه بيفكر صح، شاف امكانيات اللعيبه كويس وبص عليهم كويس، ما قالش كده من فراغ يعني. طبيعي طبعا بالظبط. فاللعيبه بصراحه اللي جابها كلها هي اصلا هي فنيا عاليه جدا. صحيح. والدليل اللي اثبتت ده النهارده ناصر ماهر قدام منتخب البرازيل شوف عامل ازاي، عندك صحيح اكرم توفيق عامل ازاي، عندك محمد شريف النهارده عامل ازاي، صلاح محسن عامل ازاي. فالحمد لله العناصر رجعت كلها على اعلى مستوى ولعيبه كمان. صحيح. منتخب النهارده كمان تالقت المنتخبات العربيه الافريقيه ضد المنتخبات الاجنبيه الافريقيه. يعني النهارده السودان فازت على غانا، المغرب فازت النهارده على افريقيا الوسطى، ويعني النهارده حتى فكره ان المنتخبات العربيه الافريقيه تتالق النهارده، فده شايف سر التالق ده ازاي؟ حتى الجزائر، والجزائر كان امبارح الجزائر تعادلت امبارح 2-2 بس هي خلاص هي صعبه تصدرت المجموعه. يعني هي قريبه من تحقيق الانجاز المصري بس يعني ان شاء الله ما تعملهاش كده ولا نحن يعني هو منتخب قوي جدا الجزائر جدا بصراحه. دايما بيحصل لك دايما في منتخب بيبقى فيه كمال في فتره كبيره بياخد شيء من الكمال في الفنيات والتنظيم والتجانس بين اللاعبين والمدير الفني فبيبقى فيه قوه اللعيبه ولاعيبه محترفه كلها على اعلى مستوى يعني. ده بالنسبه لمنتخب الجزائر. المنتخبات العربيه يمكن دايما بتادي في البطولات الافريقيه اذا كانت على مستوى الانديه او المنتخبات بشكل كويس جدا. الحمد لله يمكن احنا متسيدين افريقيا كنادي اهلي دايما الحمد لله في البطوله الافريقيه. والمنتخب الحمد لله نفس الكلام. فالمنتخبات العربيه دايما مميزه، احنا بنعرف نجيد اللعب مع الافارقه اذا كان الفرق الافريقيه يعني اذا كانت خارج الارض او داخل الارض. ده حقيقي. يمكن ده اللي فاد المنتخب. يمكن كابتن حسام البدر النهارده تعامل مع هذا الموضوع بشكل دقيق لان دايما هو قفل دفاعاته بشكل كويس وبتعمل على الكاونتر اتاك. انت توجو لما كانت هنا الماتش الاخير اللي عندنا عاملين زون ديفنس قدام ال 18 واقفين كلهم فعاملين لك زون ديفنس وهم اقوياء وعندهم وانت ما كانش عندك برضه حته التجانس بين اللعيبه كان في بطء في الاداء لحد ما فبقى عندهم الحلول هم بالنسبه لهم هو الدفاع عمل الاحسن قفلوا عليك بالظبط فهم هناك حاولوا بقى يهاجموك. طيب. فطبعا انت عندك الحمد لله لعيبه على اعلى مستوى في سرعات في مهاره في حلول فرديه عاليه والحمد لله عندك محمد الشناوي ربنا يحفظه طبعا رب. وقفش عملوا الفارق بالظبط يعني. خلينا اقول لك كمان رجوع قرار وجود كاس العالم للانديه واحنا كنا عارفين يمكن من شهور ان ما فيش كاس عالم للانديه لكن النهارده الفيفا بيقرر انه ان شاء الله في فتره من 1 فبراير ل 11 فبراير كاس العالم للانديه. ده كمان يا شريف دوافع وحوافز جديده ان شاء الله لفرقتنا انها ان شاء الله باذن الله تكون بطل افريقيا وتمثلنا للمره اعتقد المره الثالثه او الرابعه ان النادي الاهلي بيكون في كاس العالم للانديه. ده حقيقي لان انا الحمد لله كنت متواجد في اليابان في كاس العالم للانديه وكنت متواجد مختلفة. في المغرب في كاس العالم للانديه لان انا حصلت الحمد لله 2012 و13 على البطوله الافريقيه فكنت موجود هنا وموجود هنا. اللعيبه لازم تعرف ان كاس العالم للانديه ده حاجه ثانيه خالص، تحس ان انت في ليفل مختلف. مختلف طبعا. معامله مختلفه اكنك كاس العالم بالظبط. طبعا. بجد ان اي دوله بتروح عشان تنظم بطوله زي دي بتبقى على اعلى مستوى.
فانت حقيقي هتروح هناك اولا هتحط اسمك في التاريخ. ده حقيقي. خلاص سطرت تاريخك، انت راجل بقيت السي في بتاعك موجود، حاصل على بطوله افريقيا. هو انت بتتكلم اهو دلوقتي بتقول حصلت على كاس العالم انديه مرتين. فانا راجل موجود شاركت في البطوله دي هنا وهنا، كنت موجود معاهم هنا وهنا. هتحس ان انت مختلف تماما على اي حد. بطوله كبيره لازم اللعيبه تفهم انت تكسب ان شاء الله البطوله دي، في كاس عالم الانديه، في نقله ثانيه ليك، اسمك اتحط في التاريخ، بقيت ضمن المجموعه اللي موجوده ان هي شاركت في كاس العالم الانديه. هي اصلا كل مشاركاتها لسه كاس العالم الانديه دي لسه قريبه، صحيح مش هي بطوله مش جديده، بطوله حديثه. خلاص فدي انا اتمنى ان اللعيبه لازم تحط في اعتبارها، دي هتبقى دافع كبير ليهم ان شاء الله برضو، وحافز كبير ان هم يقاتلوا ان شاء الله على الحصول على التاسعه باذن الله. ان شاء الله باذن الله، بإذن الله. بس ما تقولش التاسعه بس عشان الجمهور قول افريقيا يا اهلي. افريقيا ان شاء الله باذن الله رقم 9. انا بسميها الجوهره السمراء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن شريف، شرفتنا النهارده. ولو كلمه حابب توجهها النهارده للاعبتنا لعيبه الاهلي واحنا خلاص يعني على ابواب النهائي الافريقي. لا هم لعيبه الاهلي كلهم يعني انا كنت دايما متواصل مع قفشه حتى اليومين اللي فاتوا دول، طبعا كان كل تركيزه على المنتخب وبعض اللاعبين، ممكن وليد سليمان اتصل معايا على طول. لعيبه الاهلي على قد المسؤوليه، مش محتاجين حد يتكلم معاهم. لعيبه النادي الاهلي عارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه الفانله الحمراء، دايما هيبقى في قتال غير طبيعي، ودايما النادي الاهلي لما بينزل في بطوله هيموت نفسه في الملعب، واللعيبه عارفه يعني ايه بطوله ويعني ايه تعني لجماهير النادي الاهلي وتعني ليهم هم شخصيا. فاتمنى ان شاء الله الحصول على البطوله الافريقيه دي مهم جدا لينا كلنا، بالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن شريف، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. اما الان فاليكم، انت بتتكلم يعني طبعا النهارده لا طبعا يعني الفقره اللي كل الناس بتستناها كمان يوم الثلاث ده، عندنا فقره مهمه جدا مع عمرو البنوبي وكمان عمر البنوبي، وكمان فقره خط احمر. خط احمر يعني من البرامج اللي الواحد بيستمتع بيها، واتنين نجوم بيقدموا محتوى اكتر من رائع، بنرحب بيهم. مساء الفل عليكم يا فارس. فارس مبروك يا فارس. الله يبارك فيكم وبشكركم جدا وعقبال عندكم. لازم فعلا طبعا فارس لسه عريس جديد بقاله كام يوم. مبروك يا عريس. كان تأجيل لدواعي امنيه زي الحاج عامر حسين كده، بس الحمد لله رجعنا بعد كده. كلك نشاط. كلك نشاط. كلنا نشاط. اهلا بيك كابتن هاني، واهلا بيك يا سهام. اهلا طبعا بكابتن شريف عبد الفضيل. ان شاء الله كل الامنيات ان احنا نحقق اللي بعد الثامنه، يعني نقول لتسعه يا رب. ايوه حلوه دي، اللي بعد الثامنه. بما ان كابتن شريف عبد الفضيل موجود، وبما ان الكابتن هاني رمزي طبعا ايقونه خط الدفاع، اكيد يعني محتاجين نعرف راي حضراتكم في صفقه بدر بنون، لان البعض حاول يقلل من الصفقه دي، فاعتقد اكتر اثنين ممكن يفيدونا عن رايهم في صفقه بدر بنون تحديدا فنيا. خلينا نتكلم طبعا. احنا بدر بنون من اللعيبة المميزة جدا جدا، ودايما ولازم الناس تعرف ان خط الدفاع دوت او السردباكين بمعنى اصح لازم تكون في مواصفات مختلفة ما بين الاتنين اللي بيلعبوا جنب بعض. يمكن اهم ميزة، وكان يمكن معانا الدكتور احمد ثابت في فقرة مميزة جدا جدا هنا في البيت الكبير، ولغة الارقام ولغة الحسابات ولغة الفنيات بتقول ان هي صفقه ان شاء الله صفقه على مستوى عالي جدا. بدر بنون بيتميز بجزئيه ممكن ما تكونش متواجده في سرد باكين النادي الاهلي، يعني متميز بنوع من انواع انك بتبني هجمه من تحت بشكل افضل شويه، تمريراته اذا كانت طوليه او قصيره على مستوى عالي جدا، عنده نوع من انواع الطول شويه طويل، بيلعب بدماغه بشكل كبير جدا، ويمكن دي مميزات بجانب طبعا سرعته بشكل مميز. دي جوانب مش هقول لك مش موجوده مثلا في ياسر ابراهيم، لكن جزء كبير منها بيتواجد في بدر بنون. بدر بنون اضافه ان شاء الله للنادي الاهلي، واهم حاجه كمان ان بيبني من تحت، ودي سياسه موسيماني، يعني طريقه لعب موسيماني بتتسم انك لازم الظاهرين او لازم السردباكين يبنوا من تحت بشكل كويس، ممكن يقطع الكوره ويسلمها بشكل افضل. وكمان من مميزاته عشان تكونوا عارفين انه حوالي 85% من التحاماته الارضيه بيكسبها بدون فاول، يعني من غير ما يعمل اخطاء، فده رقم هايل جدا. كل اللي نتمناه ان شاء الله انها تكون صفقة إن شاء الله على المستوى المطلوب، ويكون إضافة للنادي الأهلي إن شاء الله. يا كابتن هاني كنا طبعا حابين نوضح وجهة نظرك، لأنك أكيد طبعا أيقونة في المركز ده. أوكي. وطبعا بنشكر كابتن شريف عفضيل. كابتن شريف وشه حلو طبعا. الهدف بتاع دور الستاشر في كاس مصر
القنبله دي نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في لاعب في الاهلي عنده نفس الثقه اللي تخليه في مباراه زي دي يقدر يسدد تصويبه تاريخيه. اعتقد عايشه هي اللقطه الخالده للكابتن شريف عبد الفضيل دايما بنفتكره بيها، وان شاء الله يكون وشها حلو علينا باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. نشكركم وكابتن شريف بيشكركم كمان، شكرا جزيلا لكم وتفضلوا اتفضلوا. احنا نطلع على فاصل. لا نبارك لك الاول يا عم. عايز تبارك لي انا تاني؟ انا ده مباركه مخصوص ان ده انت انتيم طبعا. شعور ايجابي يا احمد، وكنا حاسين ان كمان فرحه اهلاويه عملنا. احنا اجلنا الفرح، كان تاني يوم النهائي، النهائي اتاجل فغيرنا الميعاد، بس ان شاء الله باذن الله نحتفل بالبطوله الكبيره اللي بتسعد كل الاهلاويه، عشان ان شاء الله باذن الله المره دي البطوله الاهلي مش هيفرط فيها ابدا ان شاء الله. وباذن الله يا احمد باذن الله نحتفل هنا احتفال مش شبه اي احتفال كان داخل قناه النادي الاهلي، واكيد بنبارك لقناه النادي الاهلي طبعًا. على الجائزه كافضل قناه، وسلسله تبقى مقدمه كمان لنجاحات مع اداره القناه الجديده باذن الله. نطلع لفاصل ونرجع عشان نبدا معاكم خط